بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. يروي آية الله السيد المقدس السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه قائلا: قال لي أحد العارفين: كنت في إحدى الليالي في حديقة من حدائق أصفهان برفقة الفقراء، ولما انتصف الليل استيقظت من نومي فوصلت إلى مشامي، أي إلى أنفي، رائحة طيبة لم أصادف مثلا لها من قبل، لم أشم رائحة طيبة زكية مثلها أبدا في حياتي. فقمت من مكاني محاولا الوصول إلى مصدر تلك الرائحة الزكية، فذهبت في كل اتجاه، ثم تبين لي إنها من داخل تلك الزاوية، فتقربت ونظرت فرأيت فقيرا في أقصى الزاوية وهو يتمتم، فاقتربت منه فسمعته يردد الصلاة على محمد وآل محمد، وتلك الرائحة الرائعة والزكية كانت تنبعث من فمه وتجعل المكان عطرا زكيا هادئا روحانيا. ثم سمعته يقول: اعلم بأن الصلاة على محمد وآل محمد بهذه الرائحة الزكية تأتي الملائكة وتأخذها إلى مسامع النبي صلى الله عليه وآله، فيسر النبي صلى الله عليه وآله للصلاة عليه، ثم بعد ذلك يدعو لك الله عز وجل بقضاء حاجتك، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله لا يرد أبدا. فصل على محمد وآل محمد، وكما ورد عن علمائنا الأعلام أقل الصلوات 10 وأكثر الصلوات إذا أحببت 1000، فأمامك إما أن تصلي 10 أو تصلي 100 أو تصلي 1000 على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تدعو الله عز وجل بما أحببت برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الملائكة تأخذ هذه الصلوات وتذهب بها إلى قبر رسول الله، ويسمعها رسول الله، ويسر منك رسول الله، ويدعو لك، ودعاؤه لا يرد أبدا عند الله عز وجل. برنامج صباحات ولا أيامين، محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.